السلام عليكم، تحياتي للجميع. بس الواحد يوصل على كندا، اعمال سكيب، اعمال دليفري، اعمال اوبر ايت، اعمال دردوش دورداش، هيدي كمان شركة جديدة للدليفري. دليفري ما هو شغل اساسي، بس هو شغل تاني، عشان اذا ما في اساسي تعتمد عليه مشان تطلع مصاريفك وتصرف وتعطي وتاخذ وقت. سبق وحكينا اللي بيكون عنده عيلة، عنده اولاد، ما عنده اي مشكلة، ما يعتلهم، بس نقي بلد يكون اجار المنطقة يكون اجار البيت رخيصة. جي تي اي هيدي اكبر بعصة، خصوصي تورونتو، وخصوصي اذا كان في ناس كلابحك منك، ما تتكل على حدا. اذا عندك اولاد بيطلع لك مصاري. هلا سمعت خبر مصاري الولد عم ياخد 1200 دولار اللي عمره اقل من 6 سنين. فإذا عندك 4-5 أولاد، وهون العرب ما شاء الله عم بيغزوا أولاد أبو موزة، الله يزيد ويبارك، ما عندناش مشكلة حسب حدا يفكر، أنا عيني على غيري. بس أنا بحكي إذا واحد يعني ما عندوش عيلة وأولاد، ما في عنده اتكال. يعني أنت ممكن إذا عندك مرة وأولاد، بدل ما تروح تفلح زي، يعني عفوا بالكلمة، زي الحمار، أنت بتطلع المصاري وأنت قاعد بالبيت. بس أعمل عيلة، هاي البلد مهيئة لك الظروف بس لتعمل عيلة، تفضل اولادك وكذا. بس انت بس عمرك 18 سنه بتفوت بالحياه، يعني لانه ما هيك ولا ما حتاخذ ولا دولار. طبعا هذا الفيديو دردشه مش اكثر. هي انا امي معي حتطلع امي قبل شوي هيك بينها اميتو اخذها كزر معي هيك، يعني ابرمها بالسياره عشان قاعده بالبيت بزهق. انا كل شوي بنط على البيت وبرجع بنشتري كمان طويل. ان شاء الله قبل ما يصير في بالي انا شغله حابب اعملها، كنت من اول ما جيت كنت حابب اسويها، يعني افتح محل لي وهيك، بس الظروف كانت ضدي. ان شاء الله هون اقدر احصل اللي بدي اياه واعمل انا قلت لكم سبق انه انا فران معلم، ما نعيش معجنات بيتزا هالامور كلها. بس ان شاء الله الله يكرمنا ونفتح الفرن اللي بدي اياه مع القهوه. هيدا انا يعني المشروع اللي انا عم فكر فيه، ان شاء الله يصير ويمشي الحال ويعطيكم الف عافيه. هلا نبلش دليفري انا وماميتو، ركزت على ماميتو. طبعا ما بخليها معي وقت طويل، نص ساعة ساعة بعدين طلعت. السلام عليكم.